السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة الـ HR الروتري هامر اللي بدأناها مع بعض. النهاردة معانا HR1841FJ، ده روتري هامر بقدر استخدمه في الحفر على الخرسانات عند 18 ملي، وكمان بقدر استخدمه في الحفر على الخشب عند 24 ملي، وبقدر استخدمه في الحفر على الحديد عند 13 ملي. قدرة الجهاز اللي معانا النهاردة 470 واط، عدد اللفات في الدقيقة بيوصل ل 2100 لفة في الدقيقة، وعدد الطرقات في الدقيقة بيوصل ل 4800 طرقة في الدقيقة. وزن الجهاز اللي معانا النهاردة يعني خفيف ومدمج، 2.5 كيلو. من ضمن المواصفات الجميلة اللي موجودة في الجهاز اللي معانا النهاردة ان فيه عزل ثنائي من الداخل، عندنا اتجاهين، عندنا سرعات متغيرة، وكمان عندنا محددات عزل، وعندي طبعا بقدر استخدم الدست كوليكشن سيستم في حالة الحفر على الاسقف. فطبعا بيجي في شنطة بلاستيك جميلة وحاجة ممتازة جدا. طبعا من اهم الخصائص اللي موجودة في الجهاز اللي معانا النهاردة هي خاصية الـ AVT Anti Vibration Technology، ودي بيسموها خاصية تقليل الاهتزاز، لطبعا راحة العامل أثناء عملية التشغيل. فزي ما حضراتكم شايفين جهاز مدمج ووزنه خفيف، والجزء اللي أنا بمسك منه الجهاز منفصل تماما عن الجزء اللي بيحصل فيه الحركة الارتدادية أثناء عملية الطرق. فطبعا شعور العامل بالتعب بيقل من خلال استخدام خاصية الـ AVT اللي موجودة معانا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الجهاز اللي معانا بيجي معاه مقبض. كمان من ضمن الملحقات اللي معانا عندنا محدد عمق مدرج زي المسطرة، 1 سنتي، 2 سنتي، الى 24 سنتي. خلينا نشغل الجهاز مع بعض. طبعا احنا عندنا وضعين للتشغيل، عندي وضع الدوران وعندي وضع الدوران مع الطرق. بستخدم وضع الدوران فقط في حالة الحفر على الحديد والخشب والبلاستيك، وفي حالة طبعا التخريم في الخرسانات بحول وضع التشغيل الى وضع الدوران مع الطرق. فهنا بتكون عملية الحفر في الخرسانة في خاصية الدوران مع الطرق بتكون سريعة جدا، عندنا 4800 طرقة في الدقيقة بتتم خلال عملية الحفر على الخرسانة. فجهاز قوي جدا، وطبعا دي خاصية فريدة من نوعها اللي اتكلمنا عليها، خاصية الـ AVT، ودي طبعا فريدة من نوعها في ماكيتا، خاصة في المقاسات الصغيرة اللي زي كده. فجهاز قوي ومدمج ووزنه خفيف. بكده بنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. في امان الله.